السلام عليكم ورحمة الله. اليوم قعدت الصباح من بدري وعندي شغلة لازم أسويها قبل الظهر، فسويتها الغداء السريع واللذيذ. يلا تعال. المهم قصصت البطاطس وحطيتها على الصاج مع شوي زيت، أضفت فلفل أسود وبابريكا وملح، وأغطيها وأخليها لحد ما تستوي. بعدين أضفت هنا اللحم وأضفت البصل وأقلبهم مع بعض، وأحاول أني أفتت اللحم لحد ما يصير بهذا الشكل. أضفت الثوم المبروش وأقلب، وأضفت البهارات فلفل أسود وملح وبابريكا وبهارات مشكلة وزعتر بري، وأضفت الفلفل البارد والذرة، وهنا كذا أقلبهم تقليبة سريعة، وأضفت معجون الطماطم وخففتها بالماء وأقلبهم مع بعض. أخلي تقريبا 5 دقائق تكون خلاص استوت هنا البطاطا. طبعا استوت وذابت، وأضفتها في الصينية وحطيت عليها اللحم، وبعدين أضيف البشاميل اللي سويته أكثر من مرة معكم، سهل وبسيط، ورح أكتبه لكم تحت الفيديو. وأضفت شوي من الجبن وأخلي الصينية على جنب. هنا سويت شوربة العدس، عندي العدس، قصصت البصل والبطاطا وأضفت معجون طماط وأضفت البهارات وأضفت كزبرة، وأرفعها على النار. وهنا قطعت السلطة بشكل سريع أنه كان خلاص ما بقي شيء على الموعد عشان أطلع من البيت، وتنظيف سريع. وأخلي السلطة في صحن التقديم وأضفت عليها الذرة. جهز باقي مكونات السلطة، هنا أضفت الزيتون، رشة ملح وأوريغانو، وأضيف الليمون، وهذه اللي راح أضيفها على السلطة. أغلفها وأدخلها كلهم الثلاجة لوقت التقديم. هنا صارت جاهزة صينية البطاطا باللحم. طبعا وصيت واحد من عيالي يشغل عليها الفرن، اللي كنت في المستشفى وما أمداني أسوي باقي الخطوات. وبعدين خلاص صارت جاهزة عندنا الشوربة اللذيذة، لازم تجربوها لأنها جدا روعة، وصينية البطاطا باللحم لا تتعدوها لأنها حرفيا خيالية. وشكرا للمتابعة.